خلينا في كل مكان، برحب بكل حضراتكم مرة تانية. والحقيقة إنه باقي أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف اللي من المقرر أن يكون الأربعاء 12 ربيع الأول، يعني الموافق 27 من سبتمبر من هذا العام، يعني تقريبا حوالي 20 يوم. كل سنة في هذا التوقيت بيكون في أسئلة مختلفة حوالين أشياء البعض بيظن إنها بدعة والبعض الآخر بيسأل الموضوع ده صحيح ولا لا. من أبرز الأسئلة اللي احنا رصدناها خاصة الفترة دي هي إنه الحلوى الخاصة بالمولد النبوي الشريف هل دي بدعة ولا لا؟ طبعا أكيد في أسئلة تانية، لكن الإجابة عن هذه الأسئلة وتفاصيل طبعا أكتر معانا هاتفيا الشيخ خالد الجمل اللي منورنا على شاشة اليوم السابع. أهلا بحضرتك، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الافاضل. أهلا بحضرتك. طبعا يعني هسأل حضرتك في البداية السؤال اللي ممكن يكون اتكرر الفترة الأخيرة، وده اللي احنا أخدنا بالنا منه، هو إنه هل شراء الحلوى بدعة ولا لأ؟ وتفتكر حضرتك ليه ممكن حد يطرح هذا السؤال؟ يعني هل بالفعل كل سنة بيكون في جدل حوالين أسئلة من النوع ده، ولا ده سؤال جديد يعني؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كل عام وأنتم بخير حضرتك بمناسبة بألف هذه خير. الذكرى الطيبة اللي بإذن الله تأتي علينا وبلدنا في كل خير وبركة ويمن، اللهم آمين، لكل المصريين وليس المسلمين فقط. عن سؤال حضرتك الأول، هل هذا الأمر يعد بدعة ولا لا؟ الحقيقة إحنا بنسمع الكلمة دي دايماً، وبعض الناس يعني حاولوا يحفظوها لنا من الصغر، إن أي حاجة تحصل ليها علاقة بأي احتفال ديني أو أي حاجة دينيه تكون مش معهوده او مش موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بصورتها الموجوده الحاليه، بيقولوا عليها على طول ان دي بدعه وانت كده عملت بدعه. نحب نوضح بس للناس، لان زي ما احنا قلنا ان الدين علم، اما التدين فهو سلوك. فمن يبحث في الامور الدينيه او يتكلم فيها لازم يكون بس عنده هذا العلم الذي يؤهله للحديث. ما بنقولش ان هو يكون اعلم اهل الارض زي ما البعض بيدعي هذه الألقاب والتايتلز التي ما أنزل الله بها من سلطان، لكن مش شرط بس يكون حافظ، لازم يكون فاهم ما يقول. فكلمة البدعة، الحقيقة كلمة بدعة دي بيفسروها غلط خالص، وبتستخدم بإفراط يعني كبير. من أفضل تعريفات البدعة التي يعني علمناها أن البدعة هي استحداث كل أمر في الدين. فبناء عليه بقى، لو احنا أطلقنا الأمر بدون ضبط هيبقى النظارة اللي بنلبسها بدعة، والميكروفون والتلفزيون اللي احنا فيه دلوقتي ده بدعة، خلاص بقى مظبوط. الامر مطلق. لا، الحقيقة من علشان نحدد الكلام، الامر ليه تعريفات كثيرة، لكن من افضل التعريفات زي ما قلت لحضرتك المختصرة اللي تفهم الناس، هي استحداث كل امر في الدين. فهل اكل حلوى في احتفال معين له علاقة بالدين؟ الحقيقة لا، ملوش اي علاقة. طيب السؤال الثاني بقى، هل هذا السؤال المكرر اللي حكولتي، هل هذا السؤال المكرر بتاع الاحتفال بالمولد النبوي وشراء الحلوى، هل هذا السؤال يعني مكرر ولا جديد؟ لا طبعا، زي ما سيادتك اتفضلتي في اول كلامك قلت ان هو سؤال بيحصل كل سنه، لكن المشكله فين؟ احنا يا فندم بنعاني من خلط ما بين امرين في الامور الدينيه بالذات، ما بين الحفظ والفهم. الاول اللي هو الحفظ لا يكون به العلم، اما الثاني وهو الفهم فيتم به العلم. وهذا الفهم بيتشكل بناء على امور مختلفه من ثقافه وتربيه وامور كتير جدا. علشان كده بعض المتكلمين في الشان الديني من تلك المدارس الدعويه المتشدده المعروفه ما بتهتمش بالفهم، انما بيهتموا بالحفظ. هم مهتمين جدا بحفظ ما حفظوه من النصوص الشرعيه. معلش لو تسمح لي شيخنا، انا طبعا يعني هكمل كلامي مع حضرتك، لكن استوقفني هنا حاجه مهمه قوي برضو بنسمعها كتير. بس واضح شويه. طيب حضرتك كده سامعني كويس كده افضل؟ طيب خليني اسال حضرتك، ايه الفرق ما بين او يعني ايه مدرسه متشدده ومدرسه وسطيه؟ لان برضو ساعات حد يسال يعني انا برضو عايز اعرف انا بنتمي لانهي مدرسه، وهل في تمام. مدرسه افضل من الاخرى ولا لا؟ بسمع تمام. حضرتك. تمام. الامام سفيان الثوري رحمه الله شرح هذا الامر وقال: اي عباده قصد بها غير التيسير خرجت عن مراد الله. اي شيء بعيد عن التيسير في الدين الله لا يأمرك به ولا يطلبه منك، والله غني عن العباد طبعا، لأن ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وربنا بيقول في كتابه العزيز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإحنا أمة الوسط ودين الوسط، أما من يذهب إلى الطرف فيسمى متطرف، سواء بالإفراط أو التفريط. فاحنا عندنا كلمة متطرف لا تعني المتشدد فقط،
وهي تعنيها طبعا، لكن تعني المفرط ايضا اللي يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه، ما فيش حاجه اسمها اعتبر حرام، ما فيش حاجه اسمها حجاب فرض، ما فيش حاجه. هذه الامور بنعتبره متطرف، نحن لا نقصد المتطرف بالمعنى المفهوم عند كثير من الناس. يبقى المتشدد هو من لا يذهب الى الوسط، من لا ييسر على الناس دينهم بغير افراط او تفريط زي ما قلت. مفهوم. ارجع بقى مع حضرتك للمفاجاه اللي كنت هتقولها. حقيقه هي مفاجاه لطيفه جدا، يمكن كثير مننا مش هيتخيلها، وهي ان الاحتفال بيوم الميلاد هو امر من السنه النبويه. امر من السنه النبويه. طب ازاي الكلام؟ القران الكريم تكلم عن هذا، والسنه النبويه ايضا تكلمت عن هذا. احنا عندنا مشكله في فهم النصوص زي ما قلت لحضرتك. فالاحتفال باي شيء مباح، هذا امر لا يعترض عليه عاقل، خصوصا اذا كان القران والسنه والنصوص الشرعيه بتؤيد ده. انما المشكله عندنا في شكل الاحتفال، وهو ما طبعا نقول ان له ضوابط واجبه المراعاه، لاننا لو لم نراعي ضوابط الاحتفال صار الاحتفال محرما. لو لم نراعي يا فندم ضوابط المشي في الشارع والسير في الطريق صار السير في الطريق محرما. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابه ويقول اياكم الجلوس في الطرقات في الحديث. فقالوا يا رسول الله تلك مجالسنا لابد منها يعني. فقال اذا اعطوا الطريق حقه، او كما قال وتكلم في الحديث الطويل. يبقى كل شيء لو لم تراعى ضوابطه صارت فيه مشكله، انما لو روعيت ضوابط الاحتفال اصبح الامر مستحسن والامر ليس فيه شيء. نجد القران الكريم بيتكلم عن ميلاد الانبياء ويتكلم عن ميلاد سيدنا يحيى، فيقول وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا حيا. ايه يوم ولد ويوم يموت؟ يبقى يوم الميلاد ده يوم له قيمه، ويوم الوفاه يوم له قيمه. نفس المدارس دي يا فندم برضه بتحرم العزاء، ان حد يجي يعمل بعد وفاه عزيز ليه يعمل عزاء ويتقبل. هي نفس التحريم. والبكاء تحديدا فضلت الشيخ، يعني كتير قوي بيقولوا انه البكاء حرام، وده شيء يعني اسمح لي طبعا لو هخرج للنقطه دي، ولكن هل هذا فعلا امر بيعذب المتوفى او ما الى ذلك؟ الله عدل يا فندم، الله عدل، لا يحاسب متوفى بذنب حي إن لم يكن له يعني أمرهم بالبكاء عليه ولا لا. الله لا يعذبه في ذلك، وهذا أمر ليس صحيح. لكن زي ما قلت لسيادتك، كل أمر وله كل شيء وله ضوابط. هب أن الإنسان بكى، النبي صلى الله عليه وسلم بكى لموت ابنه إبراهيم، لكن ضوابط البكاء وما نراه من نحيب وصراخ، هذا الأمر طبعا مش من الدين ولا يقبله عاقل. نرجع تاني لما تكلمنا عنه من ذكر القرآن الكريم لأهمية يوم الميلاد، وقلنا قال عن سيدنا يحيى إيه، وقال عن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى قال عنه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، برضه يوم ميلاد سيدنا عيسى. ده بنرد عليه برضه لمن هيأتي في هذه المناسبة وهيقولوا لنا أنتوا إزاي تعملوا احتفال بيوم ميلاد سيدنا عيسى ونخش في الديلمة وإحنا موجودين، للرد على هؤلاء وتعليم الناس ونتعلم معهم بإذن الله. ونجد في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم، وده بقى حاجه مهمه جدا جدا جدا، لقوه صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين. فالصحابه بيسالوه بيقولوا له يا رسول الله يعني لماذا تصوم يوم الاثنين، او ايه اللي خلاك يا رسول الله تصوم يوم الاثنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حب انه يحتفل بيوم ميلاده الشريف بذكر بفعل طاعه لله وبفعل امر يتقرب به من الله. وهذا ولقد ربنا بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يلا بقى، حد يقدر يوم عيد ميلاده يصوم؟ حد يقدر يوم عيد ميلاده يطلع صدقة؟ هتعترض عليا لو أنا عملت كده؟ السؤال هنا، القاعدة الفقهية بتقول الأصل في الأمور الإباحة. نسأل هؤلاء الأفاضل، هل أكل الحلوى حرام عندكم؟ هل تذكير الأطفال بأهمية يوم ميلاد سيد الخلق بشيء يحبونه ويرتبطون به وهي الحلوى، هل هذا أمر محرم؟ الحقيقه زي ما قلت لسيادتك في اول كلامي، بنعاني دايما من الخلط ما بين مفهوم الحفظ ومفهوم الفهم. والفهم، صحيح. صحيح. طيب خليني برضو من هنا اسال حضرتك فضيله الشيخ، ايه المراجع المدرسه، او يعني طبعا شيوخنا وعلمائنا والناس الجديره بهذه الاسئله، ساعات الواحد بيخلط ما بين انا اطلب فصل القول او القول الفصل في الامور دي من مين؟ ما أنا ممكن أروح لمعلومة واكتشف إن المعلومة دي ليست صحيحة، ممكن حد يقول لي لا ده قيل في الحديث الكذا ويطلع إنه الحديث ضعيف خلينا نقول. فبرضه فضلت الشيخ بنبقى محتاجين مرجع
اساسي للشباب تحديدا، لانه اعتقد هو ده اللي بيخلط ما بين الفهم والحفظ، وبيخلط يعني ساعات او بيتسبب في التطرف في بعض الاحيان. فنصيحة حضرتك ايه للشباب والمراجع المهمة؟ وهل بعض السنن، هل كل السنن مذكورة في يعني أحاديث بعينها، آيات بعينها، كتب بعينها؟ يعني إزاي يبقى الموضوع متزن فضيلة الشيخ تحديدا يعني؟ هو طبعا ده سؤال طويل قوي وليه اجابات 3 ايام نفضل نجاوبها، لكن حاول يعني اختصارا على قد ما نقدر. لا نعم حاول نبسطه ان شاء الله كده ونجيب سريعا. باختصار دار الافتاء المصريه هي الجهه التي نثق فيها. ليه؟ لان فيها علماء سيرتيفايد. يعني علماء ايه سيرتيفايد؟ علماء معتمدين، علماء موثقين. مشكلتنا يا فندم ان كل من التحى وحفظ كتاب الله وقعد يتكلم مع ناس بقى فلان سيدنا الشيخ، فبقيت حضرتك بتاخدي معلومتك بناء على مقاييس ومعايير في العلم خطأ مش صحيحة. الشكل والسمت مش هو اللي بيدي الجودة لما يقال. سيدنا الإمام الشافعي دخل عليه رجل ومعه صديقه تبدو عليه علامات الوقار ولحية كثيفة بيضاء جميلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ويبتدي الجلباب فبيقدم له صاحبه بيقول له هذا بحر العلوم العلامة الفهامة، وقعد يدي تايتلز كتيرة كده. فقال له أهلا بك يا أخي، تكلم حتى أراك، تكلم حتى أراك. فإحنا ما بنشوفش الشخص إلا ما نسمع ما يقول. فإحنا علشان ما الدكتور والمهندس والمحامي والضابط والناس اللي مش تخصصها ده هيقولك أنا ما عنديش الوقت إلا أعمل فيه كده، أنا عندي شغل الله يعين الناس، نقول له خلاص من فضلك احنا مش هنخترع العجله، روح لمن له جوده معتمده في الافتاء وفي العلم، وهي دار الافتاء المصريه وشيوخ وزاره الاوقاف ومشايخنا من الازهر الشريف المعتمدين، مش اي حد تخرج او بس اخد الشهاده ولم يعمل بها برضو يكون معتمد، لا احنا عايزين الناس المعتمده اللي موجوده في الجهات الثلاثه، دار الافتاء المصريه للافتاء ووزاره الاوقاف وطبعا ازهرنا الشريف وجامعنا الازهر الشريف. كل تأكيد. وطبعا احنا برضو محتاجين يعني فضيلة الشيخ ان احنا نأكد على الموضوع ده، لان على الاقل يعني على قد ما احنا عارفين انه دار الافتاء هي المكان الموثوق فيه الاكثر ثقة كمان، لكن ان احنا نكلم دار الافتاء نسأل، او يعني نحاول ان احنا نروح نسأل، مش كلنا بنعمل ده. فدي طبعا نقطة مهمة جدا ان احنا كنا نقف عندها. نعم مضبوط، جزاك الله خيرا. انا طبعا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الشيخ خالد الجمل، نورتنا وشرفتنا، وشكرا على وقت حضرتك وعلى طبعا يعني كم هذه المعلومات اللي حضرتك اضفتها لينا. شكرا جزيلا، نورتنا. وبكل تاكيد الشكر موصول لكل حضراتكم على طيب المتابعه، انتظرونا على مدار الساعه على شاشه اليوم السابع.